أهلا بكم. استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات، كما بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة لمناقشة بذل كافة الجهود لضمان إدخال المساعدات الإنسانية الملحة. كان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل جدة الأربعاء في زيارة سادسة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في غزة. ذكرت مصادر فلسطينية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيجتمع مع السداسية العربية في القاهرة، ذلك لمناقشة التصور العربي لخطة سلام إقليمي شامل تبدأ بإنهاء الحرب على قطاع غزة، ثم إطلاق مسار يقود إلى إقامة دولة فلسطينية. كما أكدت المصادر أن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة هو جزء من التصور القائم على ضرورة ترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي قبل إنهاء الحرب. We've also impressed upon Israel the imperative of having a plan for Gaza for when the conflict ends, which we hope will be as soon as possible, consistent with Israel's needs to defend itself and make sure that October 7th can never happen again. There, as you know, we put out many months ago a number of principles in Tokyo regarding the future of Gaza. We stand by those principles. And the challenge now is to make sure that any plan for the future brings them to life. But that will be very much the focus of this visit. 100% of the population in Gaza is at severe levels of acute food insecurity. That's the first time an entire population has been so classified. We also see, again, according to, in this case, the United Nations, 100%. The totality of the population is in need of humanitarian assistance. Compare that to Sudan, about 80% of the population there is in need of humanitarian assistance. Afghanistan, about 70%. So again, this only underscores both the urgency, the imperative of making this the priority. انضم الينا في الاستوديو رئيس لجنه الصداقه البرلمانيه السعوديه الامريكيه دكتور ابراهيم النحاس. اهلا بك دكتور ابراهيم، شكرا لحضورك معنا في الاستوديو. زياره جديده او جوله جديده لوزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكين الى المنطقه، هي السادسه منذ السابع من اكتوبر. اجتمع مع وزير الخارجيه الامير فيصل بن فرحان، ولكن قبل قدومه الى المنطقه وزير الخارجيه الامريكي ذكر ان هذه الزياره ستهدف الى مناقشه الاساس السليم لسلام اقليمي دائم كما يقول، وبالتالي نتساءل عن شكل هذا السلام الدائم الذي أشار إليه بلينكين، ماذا في جعبته في هذه الجولة؟ نعم، هو يبدو أنه يشير إلى أهمية إنهاء جميع المسائل في المنطقة، وليس كما هو في مراحل ماضية إنهاء فقط الجانب المتعلق بالمسألة القضية المسألة الفلسطينية الإسرائيلية والعمل بالاتفاقيات التي عمل عليها في مراحل الماضية. قد يكون هذا جزء من ما يعنيه وزير الخارجية الأمريكي، إلا أنه أعتقد أنه يريد الذهاب بعيدا في اتجاه التطبيع والمسائل التعلق بدمج إسرائيل في المنطقة وجعلها دولة مقبولة من قبل جميع دول المنطقة وليس من قبل بعض الدول التي أقامت معها علاقات. أعتقد أن وزير الخارجية الأمريكي يشير إلى أهمية أن يكون هناك
في مقابل السلام الذي يفترض أن تحظى به القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية، أن تكون هناك علاقات تطبيع شاملة وكاملة من غير شروط، وأن تكون هذه الشروط فقط متعلقة بإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي إشارة إلى أنه جميع ما تبني من قرارات دولية في مراحل الماضية بما في ذلك ما صدر من الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أن لا يكون هو شرطاً في المسألة المستقبلية، وبالتالي بداية مرحلة جديدة في القضية الفلسطينية تتطلع لها السياسة الأمريكية. هذا الذي يفهم بشكل أو بآخر من سياق حديث وزير الخارجية الأمريكي. هذا المفهوم الذي أشرت إليه دكتور هو يتفق أيضا مع من يعني نشرته صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر فلسطينية، أن السداسية العربية ستناقش مع وزير الخارجية الأمريكي في مصر تصور عربي لخطة سلام إقليمي شامل تبدأ بإنهاء الحرب على غزة ثم إطلاق مسار يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية مقابل تطبيع عربي واسع مع إسرائيل. وبالتالي نتساءل دكتور يعني هل هذه الخطة تستند بشكل أساسي إلى مبادرة السلام العربية؟ بهذا الشكل قد يكون جزء منها يتبادر يأتي بهذا الشكل، وقد يكون جزء آخر أيضا يقدم بنود على بنود، لأن مبادرة السلام العربية تقول بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. هل مبادرة الرئيس بايدن الآن ووزير الخارجية الأمريكي تعطي الفلسطينيين القدس الشرقية، أم نذهب بالاتجاهات التي ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة الإسرائيلية ونقل السفارة الأمريكية في مرحلة معينة إلى القدس، وبالتالي هذه المسألة التي قد تكون هي الإشكالية، أكبر إشكالية، لأن مبادرة السلام العربية لا يوجد لديها مانع في التطبيع مع إسرائيل إن أقيمت دولة فلسطينية وأن تكون هذه الدولة الفلسطينية مكتملة الأركان وأن تكون القدس الشرقية. المسألة غاية في التعقيد وغاية في الصعوبة، وأعتقد الولايات المتحدة تأتي للمنطقة تباعا في هذه المرحلة للذهاب بعيدا بمثل هذه الاتجاهات وما هي الاتفاقية التي قد يصل لها مع الدول العربية وأيضا موافقة من قبل السلطة الفلسطينية بالتأكيد التي هي أساس في هذا الاتجاه. أيضا يعني مع تشكيل حكومة فلسطينية جديدة دكتور يعني ما المطلوب من الإدارة الأمريكية الآن؟ نعم، خصوصا أنه بلينكن الآن يعني يتواجد في المنطقة لدعم هذه الحكومة في عملها قادم. نعم، المطلوب من الولايات المتحدة الكثير حقيقة بصفتها الدولة الراعية للدولة الإسرائيلية وبصفتها أيضا صديق للدول العربية وأيضا الدولة النافذة في المجتمع الدولي وفي الأمم المتحدة، وبالتالي المسألة تتعدى الوساطة التي يبدو أن الولايات المتحدة تلعبها الآن إلى مرحلة فرض معطيات على أرض الواقع بدعم السلطة الفلسطينية وإنجاح هذه السلطة بأن تكون فعلا قائمة بأدوارها، الاعتراف بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية الجديدة، وذلك يكون بالضغط على الدولة الإسرائيلية وأن تستجيب الدولة الإسرائيلية لعمليات إيقاف الحرب، أما أن يستمر هذا الاستنزاف للجهود الفلسطينية وبالتالي يضعف الحكومة الفلسطينية، وبالتالي المسألة على الدولة الأمريكية مسألة كبيرة جدا، ويجب عليها أن تلعب أدوار حقيقية على أرض الواقع، ويجب عليها أن تساهم أيضا في إيقاف هذه الحرب وأن تستمع لما المطالب الحقيقية للسلطة الفلسطينية وأن يكون الاجتماع مع السلطة الفلسطينية حقيقيا وعلى أرض الواقع لكي تستطيع هذه السلطة الذهاب بعيدا بالعمل في مسألة السلام ومسألة بناء الدولة الفلسطينية كما نصت عليه المبادرات العربية أو حتى الاتفاقيات الدولية. هذه الأدوار المطلوبة والمنتظرة دكتور من واشنطن ومن البيت الأبيض والذي يتعدى دور الوساطة كما أشرت، هل هو متاح في ظل العلاقة الآن ما بين إسرائيل والولايات المتحدة، العلاقة الأخيرة والتي يبدو أن نتنياهو يأخذ هذه العلاقة إلى شكل جديد لم تعهده العلاقة من قبل؟ نعم، أعتقد أن الولايات المتحدة قادرة إن أراد الرئيس بايدن الذهاب بعيدا بهذا السلام أو تثبيت السلام أو إيقاف الحرب على أقل تقدير بالضغط على إسرائيل، لأن الولايات المتحدة هي الممول الرئيسي للأسلحة للدولة الإسرائيلية، هي الداعم الرئيسي دعما لوجستيا، هي الداعم الرئيسي والحاضن في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، أن تتوقف عن استخدام حق النقض الفيتو، أن تضغط على إسرائيل في الاتجاهات السياسية. لا أعتقد أنه إذا كان هناك ضغطا حقيقيا أمريكيا على إسرائيل بإيقاف الحرب لا أعتقد إسرائيل قادرة على تجاوز هذا الضغط. الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها استخدامها للدبلوماسية والكلام الدبلوماسي الهادئ والناعم مع إسرائيل هو الذي يعطي لنتنياهو هذا أو هذا التصريح غير المعلن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للذهاب بعيدا، ونعلم الاندفاع الأمريكي بداية بإعطاء إسرائيل كامل الحق في استخدام القوة المفرطة في هذا الجانب، أيضا مسألة حقوق الإنسان والتي اعتادنا من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتبناها عالميا، إلا أنه نريد هذا الادعاء أن يكون على أرض الواقع في هذه المسألة، لأنه ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، وما يحدث في غزة هو تدمير شامل للبنية التحتية ولقطاع غزة ولكل ما بني في المراحل الماضية،
ولذلك على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك بأنه تعزيز علاقاتها مع الأمة العربية والوطن العربي تحديدا يتعلق بإيقاف هذه المجازر، وإلا سوف نعود مجددا لتلك الاستخدامات المفرطة للغة غير الدبلوماسية حقيقة بين الجانبين، وأن يعطي مبررا أيضا للتنظيمات والجماعات الإرهابية في المنطقة الآن بأن تستخدم القضية الفلسطينية كمبرر لتبرير عمليات الإرهابية ولتجنيد أيضا عناصر جديدة في هذه المنطقة التي تحتاج إلى هدوء وليس إلى تصعيد. طيب هذا الدفع الكامل كما أشرت أو يعني الدعم الشامل بالنسبة للولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية هذه العمليات العسكرية، هل تبعاته الآن تجنيها الولايات المتحدة في لا نقول عدم قدرتها أو سيطرتها يعني على طبيعة هذه العلاقة أو قدرتها على التأثير على إسرائيل، ولكن على الأقل من الجانب الإنساني؟ صحيح. يعني هي لجأت إلى الالتفاف على 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 كل ذلك من أجل إنزال المساعدات في أراضي تسيطر عليها دولة حليفة كإسرائيل. نعم، هو اللي تفضلتم به صحيح، الاندفاع المبدئي الذي أعطى تصريح غير مشروط لإسرائيل باستخدام القوة، الآن التراجع في ذلك مرهق جدا ومزعج للرئاسة الأمريكية حتى أمام الشعب الأمريكي وأمام الرأي العام الإسرائيلي على أقل تقدير، بأنه لم تكن السياسة تلك حكيمة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تصل لمرحلة الوصف بأنها غير حكيمة في ذلك الوقت. الآن مسألة المساعدات بإمكان الولايات المتحدة الآن، قد يكون هذا الالتفاف إيجابي إلى حد ما، إلا أنه ليس كافيا ولن يكون كافيا، لأنه مهما أسقط من مساعدات من الجو إلا أنه سياسة التجويع الإسرائيلية أكبر بكثير وآتت للأسف سلبياتها في داخل الدولة في داخل قطاع غزة. نحن نريد فتح المعابر بشكل مباشر، إيقاف هذه الاستخدام المفرط للأسلحة، الإتاحة فتح إعادة تزويد قطاع غزة بالماء والكهرباء والخدمات الطبيعية، وبعد ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تلعب أدوار أخرى. صحيح. هذا المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية وليس اللغة، لكن يعني مع كونه إيجابي دكتور. نعم. يعني هذا الإنزال للمساعدات، لكن أقصد. نعم. أنه أكبر حليف للولايات المتحدة في المنطقة والذي يفترض أنها. نعم. تستطيع يعني إدخال المساعدات. نعم. لهذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل. صحيح. بدون اللجوء إلى هذا الإنزال مثلا. نعم، هذا الذي نقوله، وبالتالي الولايات المتحدة أمام خياران، إما أن توصف في بداية الحرب بأنه كان اندفاعها غير عقلاني وغير حكيم، وإما أن تذهب للاتجاهات الملتوية الآن بإنزال المساعدات جويا، وبالتالي نحن نقول أنه من الشجاعة التي يفترض أن تتحلى الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأزمة الإنسانية وفي مسألة حقوق الإنسان للأسف التي انتهكت تماما في قطاع غزة، أن تتبنى الخيار الأسلم، وهو الفرض إدخال المساعدات عن طريق المعابر وليس عن طريق الأجواء، وإيقاف هذه الحرب والإعاز بذلك للدولة الإسرائيلية. وأعتقد أنه إذا اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية هذا المسار، لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على تجاوز هذه الشروط أو هذه التصريحات الأمريكية. هل 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 يعني تواجه صعوبة الولايات المتحدة في الموازنة ما بين مصالحها في المنطقة وما بين مصالح حلفائها سواء. نعم. إسرائيل أو دول المنطقة؟ نعم، أعتقد أنها الآن ذهبت بمثل هذه الاتجاهات، وهذه الموازنة أصبحت صعبة جدا وأصبحت تكلفها كثيرا، يضاف أنه يبدو أنه التصريحات عندما أطلقت في مرحلة أولية أطلقت لاعتبارات داخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالانتخابات والحملات الانتخابية ورغبة الرئيس بايدن في الحصول على تجديد أولي، وبالتالي التعبئة الكبيرة التي حدثت في داخل الولايات المتحدة الأمريكية للرأي العام من الصعب جدا الآن الرجوع عنها والتنازل، لأنها قد تكلف الرئيس بايدن سمعته في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ونعلم أن هناك جماعات ضغط كبيرة جدا تابعة للدولة الإسرائيلية على أيباك على سبيل المثال سوف يهاجم الرئيس بايدن، وبالتالي الموازنة أصبحت صعبة، وهذا يعطينا بداية درسا بأن لا يكون هناك اندفاع في التصريحات تجاه أي قضية إلا بعد التروي ودراستها، ولذلك على إدارة الرئيس بايدن الاعتبار بذلك. أنا أشكرك رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأمريكية دكتور إبراهيم النحاس، شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك معنا. مدن سعودية من أجل فلسطين ومواقف تاريخية اتخذتها المملكة منذ بدء العدوان على غزة، نتابعها.